مش عادي، فقرة تحكي على وقائع وأحداث مش عادية مبنية على قصص حقيقية. الفقرة هذه ما ننصحوش بها أصحاب القلوب الضعيفة وصغار اللي أعمارهم أقل من 12 سنة. إذا حذاك صغير قلوا يبعد، ولا مش لازم تسمع حتى، خطرت نجم تلقاها من بعد على يوتيوب ديوان فهم. الهوليغانس، المصطلح هذا اتربط بكرة القدم من أول ما ظهرت تقريبا. الهوليغانس ظهر مع الإنجليز وهو العنف والشغب في وسط الملاعب. الظاهرة هذه أول ما بدأت تنتشر في الستينات وتواصلت سنين من بعد، وتسببت في كارثة كبيرة قعدت في التاريخ ويستحيل تتنسى. Alors qu'un millier de spectateurs sont bloqués, que certains commencent à étouffer. كارثة ملعب هيسل في بروكسل، وإلا الملعب الأسود كيف ما سماوه بعد الحادثة الأخطيرة. تدافع، عنف، جرح وقتلة، وصل عددهم من 39 مشجع. شنو اللي خلى ناس كانوا جايين باش يتفرهدوا ويشجعوا فريقهم المفضل تكون نهاية فرحتهم مأساوية ويروحوا في صنادق؟29 ماي 1985، النهار هذا كان مش عادي. كان نهار مباراة مهمة برشا، مباراة القمة، نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة بين نادي ليفربول الإنجليزي ونادي جوفنتوس الإيطالي. هالمقابلة المصيرية خلت مشجعين نوادي الزوز يكونوا على أعصابهم ومتحمسين ياسر للنتيجة. جابهم الحماس وجاوا بأعداد كبيرة، قصوا التيكيات نتاعهم وشدوا بلايصهم في استاد. كانوا يستناو في الماتش وقتاش باش يبدا بالدقيقه والدرج. 60,000 مشجع كانوا حاضرين في استاد، 60,000 مشجع كانوا مقسمين تقريبا بالتساوي على المدارج من الجهتين، جماعه ليفربول في المدرج ايغريك وجماعه جوفنتوس في المدرج زاد. ما يفصل ما بين المدارج الزوز كان سياج صغير محطوط حطان، وحتى الحراسة متاع الشرطة كانت ضعيفة، حتى حد ما كان متوقع اللي باش يصير. ساعة قبل ما تبدأ مباراة نهائي ليفربول وجوفنتوس، مجموعة كبيرة من مشجعي ليفربول بداوا يصيحوا ويستفزوا في جمهور جوفنتوس. في لحظة هاجوا وقلبوا الدنيا وكسروا السياج اللي يفصل ما بينهم وما بين جمهور الفريق المنافس. وكيف ما قلت لكم، السياج كان محطوط حطان، معناها كسروه بسهولة. جمهور ليفربول كان عنيف برشا وبدأ يهاجم في جماعة جوفنتوس بالحجر والعصيان. الحصيل الدنيا كلات بعضها في استاد والأمور خرجت على سيطرة الأمن. في وسط هالخوضة الكل، جمهور جوفنتوس لقاو رواحهم مضطرين يهربوا وإلا حتى يحاولوا يبعدوا على جمهور ليفربول. المشجعين الكلهم فكروا في نفس الشيء، وما كان قدامهم كان حيط كبير من حيوط الستاد، حاولوا يطلعوا عليه فماشي ما يبعدوا عليهم. حاولوا يهربوا منهم باش يخرجوا بأخف الأضرار، هربوا من مشكلة يا أخي طاحوا في مأساة كبيرة. آلاف المشجعين الكلهم برزنهم الكل كانوا مسنودين على الحيط. صار تدافع كبير ما بيناتهم، وفجأة الحيط انهار وطاح بيهم الكل. 39 واحد الكلهم ماتوا في الحادث هذا، 39 منهم 32 من جمهور اليوفي، وهي حصيلة كبيرة برشا. وفوق من هذا الكل عدد الجرحى وصل ل 600 مصاب. للأسف الدراما الكبيرة اللي صارت كانت بسبب التشنج والعنف في استاد هيسل. كارثة كبيرة قلبت الدنيا وقتها عام 1985، وبالرغم من خطورة الوضع النهائي تلعب. إنعم الماتش تلعب، والقرار هذا اللي خذاته اللجنة المنظمة للبطولة كان تفادياً لمزيد العنف. تصوروا هكا، خاطر لو كان الماتش بطل راهي الخسائر كانت أكبر، بما أنه فما برشا ناس متعصبين للكرة خافوا منهم لا يخرجوا لشوارع بروكسل وتصير مواجهة عنيفة ما بين جماهير الزوز فرق.
بالرغم من الأحداث الخايبة هذه، فريق جوفنتوس حط في قلبه وزاد تحمس أكثر للقتلة متاعه باش يفرح الجمهور وربح وانتصر على ليفربول بهدف مقابل صفر. الهدف هذا مركاه ميشيل بلاتيني في الدقيقة 56 وكان بطل في النهار هذاك. ساعة قبل الماتش كانت ساعة سوداء حتى حد ما نجم ينساها، وتسمات الساعة الأحلك في تاريخ منافسات اليوفا. من بعد كارثة ملعب بيسل صارت برشا إجراءات صارمة، مثلاً خذوا قرار بمنع الأندية الإنجليزية الكل من اللعب في المسابقات الأوروبية، وما تم رفع الحظر وإلغاء العقوبة كان في موسم 1990 و1991، وزيد عاقبوا فريق ليفربول الفريق اللي جمهوره كان المتسبب الحقيقي في الكارثة، عاقبوه باستبعاده 3 سنين كاملين من لعب أي ماتش. أما من بعد طيحوا العقوبة العام كهو. هذا بالنسبة للفريق، أما الجمهور اللي كان وراء الهوليغانز توجهت له تهمة القتل العمد، تحديدا للناس اللي ثبت تورطهم في الحكاية. أسباب أخرى زادة كانت وراء انهيار الجدار. ستاد هيسل رغم اللي هو كان الملعب الوطني البلجيكا، في الحقيقة ما كانش ستاد المثالي لاستضافة مباراة كبيرة كيف ما نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة. ستاد هيسل كان عمره وقت اللي صارت الكارثة 55 سنة وكان في حالة حليلة ولازمته إجراءات صيانة، خاصة بعد ما تهدم منه أجزاء كبار، والحيطة اللي نهار كان أصلاً مهسهس من الأول. هذاك علاش نهار أول ما صار التدافع ما بين الجماهير متاع زوز فرق. الحالة التعبة هذه الاستاد خلاته يكون آيل للسقوط. فما شهود عيان قالوا باللي الحيط هذاك بالذات كان أكسيسيبل واختراقه كان سهل برشا، وشافوا جماعة من الجمهور دخلوا الاستاد من غير تكيات، وهذا اللي زاد خلى الملعب معبي برشا أكثر من طاقة الاستيعاب متاعه. استاد كان في حالة حليلة لدرجة أنه فما لاعبين من ليفربول قالوا اللي هو ما قبل سنين من حادثة الملعب لعبوا ماتش فيه وتصدموا من الحالة المزرية اللي كان عليها استاد، ووصلوا وصفوه بمكب النفايات. اختيار هيسل باش يكون الملعب اللي يحتضن مباراة النهائي كان مفاجأة كبيرة لرئيس جوفنتوس جامبيرو بوني بيرتي والمدير التنفيذي ليفربول بيتر روبنسون، ووصلوا طالبوا الاتحاد الأوروبي بنقل المباراة لملعب آخر، خاصة وأنه استاد كامب نو واستاد برنابيو كانوا ينجموا يستضيفوها عندهم، لكن بسمحهم حد. حالة الملعب والتنظيم ما كانوش هما الأسباب الوحيدة للكارثة اللي صارت. كانت فما حكاية قديمة بين الزوز فرق، يعني الزوز كانوا يسالوا بعضهم غير فتقيق وهذا اللي خلى الفوضى تصير. 10 سنين التالي زاد قبل الحادثة متاع هيسل، تحديدا عام 1975 في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة، جماهير نادي ليدز يونايتد الإنجليزي هاجمت جماهير منافسهم بايرن ميونخ، والنتيجة كانت فرض عقوبة صارمة على ليدز الإنجليزي وتمنع من المشاركة في البطولة هذه لمدة 4 سنين كاملين. في السنين هذوكم ليفربول شدت بلاصتها ولقات فرصتها في أنها تفوز ببطولة كأس الأندية الأوروبية 4 مرات، وفي نهائي 1985 ليفربول كان لازمها تربح وتدافع على بلاصتها، خاصة بعد ما ربحت روما في الموسم اللي قبله، والربح ذاك زادة ما كانش سهل على خاطر صارت أحداث عنف وقتها زادة، وجماهير روما هاجموا جماهير ليفربول، الحصيل وكانت عركة كبيرة وبعيدة كل البعد عن الروح الرياضية. بعد كارثة ملعب بيسر صدرت مجموعة من القوانين التنظيم التشجيع داخل ملاعب كرة القدم، كيف ما قانون النظام العام اللي خرج في العام اللي بعد الكارثة واللي سمح للمحاكم بإصدار قرارات منع المشجعين من حضور المباريات. صدر زاد قانون جرائم كرة القدم في بريطانيا عام 1991 واللي حدد جرائم معينة تستحق العقاب، كيف ما رمي المقذوفات أيا كان النوع متاحها في وسط أرض الملعب، وإلا حتى مجرد المشاركة في أي هتافات فيها سب وقذف وعنصرية.
أصدروا قانون آخر زادة يمنع أي شخص شد مرة في قضية هوليغانز من حضور أي مباراة دولية. وعام 2000 تم إلغاء التمييز ما بين المباريات الدولية والمحلية، والمنع ولا يشمل جميع المباريات بأنواعها. هالقرارات الصارمة هذه ساهمت في الحد من ظاهرة الهوليغانز في الملاعب الأوروبية، لكن الظاهرة هذه للأسف ولات موجودة عندنا أحنا في تونس. إذا كان كارثة كيما كارثة ملعب هيسل خلت أوروبا الكل تتحرك وعملت ثورة على العنف في الملاعب، احنا اش قاعدين نستناو؟ واحنا قاعدين نشوفوا في حوادث أخطر وأكبر في ملاعبنا، والتو ما تحركنا. زعما وقتاش حتى احنا نعملوا إجراءات صارمة ونقضيوا على العنف ونرجعوا للكورة قيمتها؟ مش عادي تسمعوها الماضي ساعتين ونص والعشرة متاع الليل على ديوان FM.